زوجي مسافر 10 أيام بس ليش؟ أنا بقدر أخذ مكانه بالعشر أيام؟ نعم؟ بقدر أخذ مكانه؟ وين بدك تأخذ مكانه؟ أنت ما بتعرفي وين بدي أخذ مكانه؟ يه؟ جارتنا 10 أيام بس. طول بالك طول بالك طول بالك رجع لورا وانت عم تحكي. شو هذا الحديث اللي عم تقوله؟ انا بقول ليش ما باخذ مكانه. انت بدك تاخذ مكان زوجي؟ نعم نعم. يا قليل الادب يا بلا اخلاق يا بلا ضمير. ولك هي الجيره ولك زوجي مسافر ومأمن لي عندكم بالبنايه انه انا عندي جيران مثل اخواتي وانت جاي عم تقول بدك تاخذ مكان زوجي؟ عفوا ليش عم تعلي صوتك علي؟ لك ما فشرت بعينك تاخذ مكان زوجي؟ بعدين انا ما بخون، انا مرة اصيله وزوجي تركني امانه بهذا البيت وترك كرامته حمل على كتافي وما بخونه بحياتي. لعم اشوف انك قليل ادب وبلا حياة فعلا. حاسس انا حالي ببرنامج اجتماعيات او الصحه والحياه. وانا ما بخون. لك مين قال لك بدك تخوني؟ عم تساوي لي درس ومسلسل بفن الاخلاق العامه. لكن شو بدك انت؟ عفوا شغله ما في خيانه. جوازك مسافر واخذين الباركينج فاضي، ليش ما بحط سيارتي بصفه محل سياره جوزك يا مدام؟ شو؟ صف سيارتي بدل سياره جوزك. لسه عم تفكري؟ بدي صف سيارتي بدل سياره جوزك. بدك تاخذ محله بالصفه؟ بدي اخذ محله بالصفه، اي نعم. بعدين ليش هيك انزعجتي؟ انا ليه؟ انا حزير شو؟ لا عجزت. أنا... عم تساوي لي درس بالاخلاق، درس بال شبكي انت. انا فهمت. انا معروف في حارتي ومصدق اسالي جارتي اللي فوقك. لا. انا انسان كثير طيب ومحترم وبمشي على الحيط الحيط بقول يا ربي سترها. بعدين ليش هيك انفلتتي علي يا جارتنا؟ انا لا قربت عليكي ولا عملت لك هيك ولا سويت لك شيء. شبكي شو صار لك؟ لا